احنا النهاردة في على مسؤوليتي هنتكلم في موضوع بيؤكد أن هذه الحالة الانقلابية لها من الأوصاف، وهذه الحالة الاستبدادية لها أيضا من السمات التي تجعل هذه الحالة الانقلابية والسياسات الاستبدادية أمر يجب أن نتوقف عنده كعلماء سياسة. بنحاول أن نوصف هذه الحالة، بنقول هل هذه الحالات يمكن أن تتكرر وتعيد نفسها، يعني كما يقولون حد القذة بالقذة، ولا المسائل كلها بتتعلق بأنه الأشكال التي تتعلق بالاستبداد بتتغير. علشان كده أنا عاوز أتكلم عن أمرين مرتبطين ببعضهم البعض. الأمر الأول الانقلاب الغبي، والأمر الثاني الاستبداد. اسمحوا لي إن أنا أنحت هذا النحت، وهو الاستبداد الكفتجي. ما بين الانقلاب الغبي والاستبداد الكفتجي تولد عمليات طغيانية كبيرة وسياسات أصبحنا نستغرب ونتعجب كيف يمكن أن يكون ذلك في مصر. إحنا يا أسيادنا في حالة غير مسبوقة حقيقة. لا أستطيع أن أقول أن الاستبداد في مصر أتى علينا بمثل ما نشهده خلال الـ15 شهر الأخيرة وبعد الانقلاب. لا يمكن إطلاقا إلا أن نؤكد أن هناك مظاهر شديدة الخطورة يجب أن نتوقف عندها في هذا المقام. خلينا نتكلم عن ما يسمى بالانقلاب الغبي. هذا الانقلاب الغبي أستطيع أن أجد من الشواهد ما يدل على ذلك، شواهد كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، لأن كل يوم نفتح الأخبار، وأنا هنا بقول الأخبار ليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن حتى في صحافة التابعة لهم، تأتي بأخبار بتشكل مادة عجيبة وغريبة بالنسبة لهذا الغباء الانقلابي، تدل عليه بشكل أو بآخر، وتدل أن الحالة الانقلابية فعلا هي حالة غباوة. خلينا نقول كمان في هذا المقام إنه تصنيف الاستبداد مسألة يمكن الناس ما بتهتمش بيها ولا بتتكلم عن أشكاله، لأنه في استبداد فج ومباشر، وهناك استبداد حريري وغير مباشر، يعني يستخدم قبضته الحديدية ولكن في قفاز من حرير. أظن المسألة دي مسألة مهمة جدا إن احنا نتوقف عنها ده، ويمكن حد يسأل لماذا تصف هذا الانقلاب بالغبي؟ أو انقلاب عسكري زي كل الانقلابات اللي بتحدث في الدنيا، وإنه البطش والطغيان يمكن أن يكون هناك في يعني من السمات التي ترتبط بكافة الانقلابات. ممكن يكون ده صحيح، بس لازم نقول إنه المسألة التي تتعلق بالاستبداد والمسألة التي تتعلق بالانقلاب يجب أن ترتبط بشكل من الأشكال بقدر ما من السياسات العقلانية التي تسهم في إطار ما يمكن تسميته بإضفاء شرعنا على باطلهم. يعني لازم يكون كيس، يعني لازم يكون عنده بعض الفطانة التي يمكن أن يستخدمها في هذا السياق. لكن إحنا بنشوف حالة من حالات الغباء المستحكم والجهل المقيم والسفه العميم. نعم، إحنا أمام حماقة تتحراها سلطات الانقلاب، وعندنا غباء يتقصاه مثل هذه الفئات والتكوينات التي تساعد وتساند الانقلاب.
خلينا نتكلم عن شواهد تؤكد هذه المسائل. الشواهد مهمة جدا. لو احنا بنتكلم هنا بنتكلم مثلا عن بنات 7 الصبح، وانتوا عارفين القاضي اللي حكم على هؤلاء البنات. البنات كانت بتمثل حركة، قاموا 7 الصبح مبكرا، ولكن كيلت لهم الاتهامات واتحكم عليهم بعديد من السنوات. مش ممكن ابدا. طب واحد بيتظاهر، ما تخلينا نتكلم كلام مهم وكلام معدول، او واحد بيعتج. يعني كيف تكون الاحكام هذه تدور بعشرات السنين في هذا المقام؟ حتى كمان لما هم استغربوا على كده، انه في بعض الصحف الرسميه قالت لا، ده مجموع الاحكام على الجميع من هؤلاء من اللائي قبضنا عليهن، انه مجموع الاحكام بتصل الى 17 سنه او شيء من هذا القبيل. لكن الشيء العجيب اننا نرى بعد ذلك لا، ده كل واحد مفرد محكوم عليه، وتهم كل تهمه لها عقوبه، وجمع العقوبات ثم اعطى هذه الأحكام الجائرة. الشيء المهم بقى علشان نؤكد ذلك، إن تطلع واحدة بتقول إنها بتتحرى حقوق المرأة، وأنها في جهاز معين يتعلق، سواء يرتبط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أو بيرتبط بأي شيء ويتعلق بمثل هذه الحقوق التي تتعلق بالمرأة، مجلس مش عارف الأمومة والطفولة أو المجلس القومي للمرأة، وبعدين تروح تزور بنات 7 الصبح وبعدين تقول التالي، تقول أن هؤلاء أفضل لهم مكان من ما هو فيه، ما هم فيه، ما هن فيه. يعني المكان السجن هو أصلح مكان لهن. يا أخي هل ممكن إنه هذا الكلام يصدق من واحدة بتقول على نفسها إنها تبحث عن الحقوق وتبحث عن حقوق المرأة؟ أنا بقول في حقيقة الأمر مفيش دم. نعم، ليست هناك حمرة خجل تتعلق بمثل هذا الأمر اللي احنا كنا بنعتبره خطوط حمراء في التعامل الإنساني داخل هذه البلاد. فتيات صغيرات وامرأة وهكذا وكل الكلام ده، فإذا بهم يعتقلن ويحكم عليهم بهذا الحكم. طبعا المسألة كانت فضيحة عالمية ودولية. بعد الفضيحة العالمية والدولية والداخلية بدأت الأمور تقول لأ، وبدأوا يعملوا حكم آخر بالنسبة لهذا الموضوع. أليس ذلك غباء؟ يعني ليه ما صدمش الحكم الثاني قبل الأولاني؟ لأنه في غباء مستحكم، لأنه في حالة انتقامية هم بيشعروا بها للأسف الشديد في التعامل مع مثل هذه الأمور. 7 الصبح كان مؤشرا من هذه المؤشرات. عشان نتكلم كمان عن موضوع التاني، وهو الإعدامات بالجملة. طبعا الحكم الذي صدر أيضا في الإعدامات بالجملة في أحداث العدوى في المنيا وأحداث أخرى، بتجد إنه شيء عجيب ورهيب يعبر عن خلل في الميزان الذي يتعلق بمؤسسة العدالة. لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نتحدث أن هذا الأمر الذي يتعلق بأمورنا التي تتعلق بالعدالة والإنصاف وكل ما يتعلق بذلك، لا، ده أصبحنا بنطبق قواعد الظلم والإجحاف. إن كان لذلك قواعد، لكن في حالة الغباء يحل ذلك محل هذا.
وتستبدل أصل الوظيفة بما هو أخس وأدنى بل بنقيضها، بتنسخ كل المعاني التي تتعلق بالعدل وتجعل من هذه المؤسسة أضحوكة لدى الدنيا كلها. إعدامات بالجملة تصل إلى يعني تصل هذه الإعدامات إلى إعدام المئات. حتى الناس كانت بتتنضل إنه الإعدامات اللي صدرت دي أكتر من الإعدامات اللي صدرت في الدنيا كلها في فترة وجيزة أو في فترة طويلة. يعني نيجي كده في فترة معينة نلاقينا في شهر أو في شهرين حاكمين على 1000 بالإعدام. ده شيء خطير، ويعبر أيضا عن حالة غباء مقيمة وحماقة لا يمكن إطلاقا إلا أن نطلق عليها كذلك. طيب، هذا أمر الذي يتعلق بالإعدامات بالجملة، وقعدوا بقى يصححوا في مثل هذه الأمور، وبعدين أوقفوا القاضي عن قيامه بالتعامل في الأحكام والمحاكمات والكلام ده كله، لكن في كل هذه الأحوال هو بيقوم بعمل يدل على غبائه وحماقته في البداية ويؤثر تأثيرا سلبيا. هذا هو الأمر الذي يتعلق بما أسميناه بالغباء الانقلابي. الأمر أيضا الملصق، كلنا يعني عشنا فكرة الملصق. هل صليت على النبي اليوم؟ يا أخي، في ظواهر أو في أشياء بتنشأ، لكن كونك إن أنت تقوم بهذا الدور المضاد ويطلع واحد مساعد وزير الداخلية يقول هنقضي عليها في أسبوع، تقضي على إيه؟ على أي شيء؟ وبعدين واحد يقول لك ده مسار يتعلق بفتنة طائفية، ويطلع وزير الأوقاف الأمنجي يقول لك إنه ده في هذا الإطار عمل شيطان. الله، بدأنا نتكلم على شيء مؤامرة، ومؤامرة خطيرة، والمؤامرة الخطيرة هتهد كيان البلد والدولة والجماعة الوطنية، وإنه المسألة هم شامين إنه في نفس طائفي. يا أخي، ملصقات العربية السيارات كثيرة في مصر، وما عملتش مثل هذه القضايا وتخرج هذه الملصقات، ماشي جرم تأمن الكلام ده كله، لكن ما تجعلهاش معركة، لأنه جعلها معركة هو ده اللي بيصنع في الجانب الآخر نوع من التحدي، وأيضا نوع من استفزاز لعموم الناس، خاصة حينما يكون هذا الأمر يتعلق بدينهم وبشخصية هي النبي عليه الصلاة والسلام. هتشكل حالة رمزية لا يمكن اطلاقا ان انت تقول لي. وبعدين يروح هو ينزع هذا الملصق، والتاني يقول انا هفضل اعمل المساله دي. اظن ده ايضا يشكل غباء وحماقه تتعلق بهذا الشأن. خلينا ايضا نتكلم على ذهب والكلبشات. واحده قبضوا عليها اثناء الاستفتاء على الدستور او شيء من هذا القبيل، وبعدين قال لك ده وكانت حامل ثم وضعت في المستشفى، طبعت المستشفى وإيديها في الكلبشات. منظر خطير لا يمكن إطلاقا إلا أن يعبر عن حالة من الغباء الانقلابي، ويتناسى كل الأعراف المجتمعية والإنسانية. حماق، كلبش وهي بتضع، وبعدين ذهب تولد حرية، وبعدين تعمل سبوع تروح الداخلية عشان تفض هذا السبوع، وكأنه يا أخي مظاهرة أو احتجاج. إيه يا سيدي، هل يمكن يعقل بأي حد من الأحوال إن إحنا نتصرف هذه التصرفات الدنيئة والمقيتة؟ مش ممكن. خلينا أيضا نؤكد على الطالب اللي كان معاه رواية جورج أورويل.
1984، ورواية وحكاية وفيها ديكتاتورية وفيها استبداد وفيها مش عارف ايه والكلام ده كله. وطالب تاني كاتب في كشكوله كلمة الخلافة الإسلامية. يا أخي مش معقول هيصل بينا الأمر إلى هذا الحد. نحاسب واحد على اللي بيكتبه في كشكول المحاضرات أو اللي بيحمله من كتب قد تكون هي في مجال من المنهج الذي يدرسه أو يدرسه. يا أخي دي مسألة بقت صعبة أوي. وبعدين يطلع واحد مدير في جامعة يقول لك أنا أيوة مجند طلبة وطلبة وطنيين وشرفاء عشان يجيبوا لي معلومات طازة ولا طازجة، ويقول له معقول بتعمل كده بتخليهم يتجسسوا على زمايلهم وعلى أساتذتهم؟ يقول ده شغلنا وإحنا فاهمينه. يصل الأمر لهذا الحد؟ لا يمكن إطلاقا. خلينا في هذا الإطار، إنه حركة الانقلاب على هذا الأمر بتتعلق بهوس أمني وغباء انقلابي وكل الأمور التي تتعلق بسفه استبدادي. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. أي والله، لأن حماقة الانقلاب بادية نراها بالعين المجردة ونراها كل يوم ونصحو كل يوم على حادث هنا أو حادث هناك. خلينا نتكلم بقى بيرتبط بهذا بنوع اسمه الاستبداد الكفتاجي، نسبة إلى العلاج بالكفتة لفيروس سي والفيروس بتاع الإيدز. الاستبداد الكفتاجي بيرتبط بالطريقة العبعاثية، ده منهج في التفكير، لا شهادة وتقول لي ولا اختصاص. المسألة ببساطة انه انا اقدر اعمل كل حاجة واجيب جهاز امرره يشفي الانسان من كافة الامراض، وعمال يعدد الامراض من هنا ومن هناك، ويجي ناس متخصصة يقف وراه ويقولوا ايوة ده هيحصل. للأسف الشديد احنا اتت ساعة الحساب، لأن هذا الاستبداد الكفتاجي للأسف الشديد هو خليط من المستبد العنتاري اللي هو له خطاب عنتاري، وخليط من المستبد المحتال اللي هو المخادع الذي يقوم على الخداع ويقوم على التلبيس على عموم الناس من خلال كلامه وأفعاله، والمستبد الجاهل الذي هو قزم، وكل الشعار الذي يحمله زمنه إن لم تكن قزما فلتتقازم. التلاتة دول بتاع الكفتة خدهم وخلاهم استبداد بشكل جديد، استبداد يحمل العنطرة ويحمل كذلك الاحتيال ويحمل الجهل المركب. هي دي شأن الكفتة، لأن الكفتة أنتوا عارفين بتتعمل إزاي، خليط لا تعرف له من أصل ولا فصل، ويقول لك اخلط مش عارف إيه بإيه والكلام ده كله. فهذا الاستبداد الكفتاجي يمارس كل عمله في إطار بيئة الغباء الانقلابي وبيئة تتعلق بالحل الأمني هو الحل الأوحد الذي يقوم على قاعدة من الفاشية الأمنية والفاشية العسكرية. يبقى هنا وصلنا لمربط الفرس، وصلنا لشيء شديد الخطورة جدا في هذا المقام. عنترية الأقوال دي زي ما بنتكلم عنها بنجد ان هناك امور بتدل على ذلك، الازرعه الاعلاميه واشياء كثيره جدا في ذول ازرعه الفنانين والمثقفين والرياضيين والفنانين وكل هؤلاء، دي كلها ازرعه تقوم بمثل هذا العمل وتقوم بتضيع الودان ليل نهار وتتحدث بما هو لا يمكن اطلاقا لا في مجال المقبول ولا في مجال المعقول. تصدق يا اخي انه المساله كلها لما يقول لك ايه عاوزين يقولوا ان الراجل ده واقف ضد امريكا، فيقول لك ايه ده بينيم امريكا من المغرب. كلام
بيتقال والله. وواحد تاني يقول لك ان احنا وريناهم العين الحمراء، قرصناهم قرصة واعتقلنا قائد الاسطول السادس الامريكي وهو عندنا في الحفظ والصون. يا سلام، يعقل هذا الامر يصل الى حد من حدود التي تتعلق بعنترية الاقوال التي تعبر عن حاله جوفاء فاذا بها تتحول الى حاله كاذبه وزائفه؟ ده شيء خطير جدا في هذا المقام. يجي برضه المساله التي تتعلق بالمشروعات القوميه. الله، ده بقى بيقول لك ايه؟ سيعلن عن مشروع قومي جديد في مفتتح الاسبوع القادم. قال كأنه كل اسبوع بقى هنعمل مشروع قومي. المساله يا ابني مش كده. المساله يا اسيادنا غير هذا. المشروع القومي له اصول وله عمليات تعبئه وله عمليات تتعلق بهذا الشان ودراسات جدوى وكل الكلام ده، وبيعبر عن إرادة شعبية وإرادة سياسية. أيوة كل الكلام ده مفهوم، لكن مش أبدا عمر ما تكون المشاريع القومية ضحك على الدول. أنا هنا بتكلم على المليون وحدة سكنية اللي بدأت في الآخر وتبخرت وبقت سكان إسكان متوسط، يعني تقريبا ب 350 ألف الشقة. يعني اللي أنا بقوله إنه مش ممكن أبدا لا بتاع المحدود ولا بتاع المتوسط مع هذا المبلغ أصلا. خلينا نتكلم كلام معدول. لما بنيجي نتكلم عن قناة السويس وهي ليست بقناة السويس الثانية، هذه توصيلة بين تفريعتين. وعلشان كده تبدأ الأمور ونهود ونقول بنعمل قناة السويس الثانية، وتبو الأولانية، طب وبعدين الجغرافيا، طب والبيئة، طب واعتراضات بعض الخبراء، طب فين دراسات الجدوى، طب فين الكلام ده كله؟ يقول لك لا، الناس دي راحت ودفعت واشترت سندات من غير ما تسأل عن دراسات جدوى أو غيره، ويعتبرون ذلك أمر من الحسن في هذا الإطار، لأنه بيقول لك لأنهم واثقين فيه. لا يمكن إطلاقا، مش ممكن ابدا في هذا الامر الذي يتعلق باصلاح مليون فدان. يا سيدي انت حليت مشكله الميه وسد النهضه وبعدين تيجي تتكلم عن اصلاح مليون فدان؟ لا، هو ده المساله التي تتعلق بالضحك على الدقون. الاستبداد الكفتجي يتحرك في بيئه طغيانيه وفاشيه، وبيئه لا تعتمد الا الحل الامني عنترية قول واحتيال فعل وجهل عقل. هذا خليط كفتجي بامتياز. على مسؤوليتي سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.